يا حافظ القرآن يا فخر الأمم، وبالإسلام نسمو نحو القمم. هو الحق نور يحشد الهمم، بجند المساجد رأس الهرم. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. كبر نادى بسم الله، إسلام التقوى مغلاه، بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. أتقن معاني التجويد، رتل قرآن التوحيد، من تفسيره كان يزيد، ما أجمل ذكر الرحمن. من تفسيره كان يزيد، ما أجمل ذكر الرحمن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. كبر وكبرت فيه النخوة، نخوة خالد وقت الشدة، بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان. بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. في سبيل الله الجبار عقد العزم والإصرار، جيل التحرير والمسرى والزينة تاج الوقار. جيل التحرير والمسرى والزينة تاج الوقار. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. دار القرآن الكريم، يصون الدين الفكر سليم، والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان. والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. دار القرآن الكريم، يصون الدين الفكر سليم، والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان. والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان. حفظوه شيوخ الأحسان.
رتل بصورة طاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان هم خير أمتنا وأشراف الملا وهم الحماة وعدة الأوطان رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان الحمد لله الكريم بفضله هذه بلاد الخير والإحسان تحمي وتبني بالكتاب شبابها فهو البناء الراسخ الأركان لبناته من سنة نبوية فالوقف والقرآن مجتمعان نور على نور أدام الله خير وبلادنا عزا مدى الأزمان من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان